نعم، في الحقيقة يعني هذه المسألة شائكة جدا، يعني تحتاج إلى بحوث اجتماعية وأنثروبولوجية حتى يعني. لكن طبعا الطبيب العراقي، أنا طبيب متخرج من العراق وجئت إلى أمريكا بعام 2010 وكملت دراستي وتفوقت الحمد لله، ولكن التفوق الذي حصلت عليه كان بفضل التدريب وبفضل التعليم الذي نلته من العراق ومن الجامعات العراقية. فبالتالي المستوى التعليمي في العراق صراحة يعني حتى قياسا، أنا حاليا أستاذ جامعي أدرس اختصاصات مختلفة، يعني أنا عندي دكتوراه في الباطنية، دكتوراه في أمراض الدم، وماجستير في الوبائيات. فعندي الطلاب يعني مستوى الكليات الطبية العراقية لا يختلف أبدا أو كثيرا حتى نكون دقيقين عن مستوى الكليات الطبية العالمية. لكن المشكلة الحقيقية تبدأ بعد التخرج، المشكلة الحقيقية تبدأ بعد التخرج بسبب نقص في الكفاءات الإدارية بصراحة شديدة، بسبب الظروف الاجتماعية والسياسية السيئة، وكذلك بسبب نقص في وجود الأدوات التشخيصية المختلفة. طبعا هذه الأمور بحد ذاتها أدى إلى وجود فساد عام في أرجاء أو في أوصال المنظومة الصحية العراقية، التي هي منظومة متهالكة في الحقيقة، يعني مع احترامي للضيفي الكريمين، ولكن هي منظومة لا تتبع أي نمط معروف عالميا، لا هي منظومة يعني اشتراكية، لا هي منظومة شيوعية، لا هي منظومة رأسمالية، لا هي منظومة اشتراكية ديمقراطية، هي مزيج من هذه الأنظمة كلها، أو لا نظام إطلاقا يعني من هاي من يعني ناحية النظام التصنيف الطبي الحقيقة. كما تقول في العراق غير محدد أو غير معروف. غير معروف تماما. لا. وبعدين هناك عندك القطاع العام والقطاع الخاص، القطاع العام والقطاع الخاص ممزوجين مع بعض، وعندك المشكلة الطامة الكبرى عدم وجود شركات ائتمان صحي للمواطنين في ظل وجود شركات الأدوية التي هي شركات فاسدة بطبعها في جميع أنحاء العالم. مثلا أنا كطبيب في أمريكا عندما أعطي دواء معين أو أوصف دواء معين لمريض مثلا، وهذا الدواء غير منطقي من الناحية الطبية والعلمية، شركة الائتمان هي التي تحد من استخدام هذا الدواء، يعني شركة الائتمان ترفض الدفع لهذا الدواء الغير مرخص به لهذه الحالة، بينما شركة الأدوية همها الأكبر هو التسويق، لأن هذا هو شركة تجارية بحتة. نعم. فبالتالي ما يناهض الطمع وجشع شركات الأدوية هي شركات الائتمان. في العراق هناك السيادة شبه كاملة لشركات الأدوية دون وجود شركات ائتمان تحد من جشعها وطمعها، وبالتالي هذا يؤدي إلى استخدام غير مبرر لعدد من الإجراءات الطبية والأدوية، وهذا ما يؤدي إلى رداءة وسوء في مستوى الرعاية الطبية العراقية، وبالتالي يؤدي إلى زعزعة الثقة بين المواطن وبين الطبيب، وهذه طبعاً مشكلة خطيرة جدا يجب تداركها بأسرع وقت ممكن قبل فوات الأوان.